من أجمل قصص الحب في الأدب الفارسي ملحمة حب اشتهرت في تركيا وإيران، تعددت نصوصها بالتراث الثقافي للشعوب الفارسية والكردية. ملك فارسي حلم بأميرة حسنة، وأميرة عاشقة بذلت الغالي والرخيص للقاء حبيبها، وشاب شق جبلين طمعا في وصال تلك الحسناء نفسها، ونهاية مأساوية للثلاثة معا. إليكم تفاصيل إحدى أشهر قصص الحب الفارسية، لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. عاشقان في الحلم. المكان بلاد فارس. الزمان القرن السادس الميلادي، وقصة أسطورية تعددت رواياتها. البعض يسميها قصة خسرو وشيرين، وآخرون يسمونها قصة فرهاد وشيرين، وهذه تفاصيلها. في إحدى الليالي حلم الأمير خسرو بن الملك الفارسي هرمز الرابع بجده الذي قدم له في ذلك الحلم أربع بشارات. الأولى أن يتزوج أميرة حسناء اسمها شيرين، والثانية أن يصبح لديه فرس اسمها شبديز، والثالثة أن يصبح لديه عازف موسيقي يدعى باربار، وأما الرابعة والأخيرة أن يصبح ملكا لإمبراطورية فارس. مضت الأيام والليالي ولم يعطي الأمير بالا لبشارات جده، إلى أن كان ذات يوم جالسا مع صديقه الرسام شابور، فبدأ يحدثه عن أميرة أرمينية حسناء تدعى شيرين، وذكر أوصافها الرائعة وجمالها، ثم عرض عليه رسمة لها كان قد رسمها إياها، ليتملك حبها قلب خسرو ويشتعل شوقا للقائها، فطلب من صديقه أن يذهب إليها ويحدثها عنه، وحمل معه صورة لخسرو رسمها بيده، وما أن رأتها الأميرة الحسناء حتى وقعت في حب الأمير أيضا، وقررت أن تهرب إلى بلاد فارس للقائه، بينما هو أيضا نفذ صبره وقرر أن يترك قصر والده ويمضي للقائها. فسافر متخفيا بلباس المزارعين، وحين وصل أرمينيا لم يجدها، وعلم أنها ذهبت للبحث عنه، وهنا يتذكر أنه لمح فتاة تستحم بالنهر في طريقه، لكن لم يخطر بباله أنها محبوبته التي يبحث عنها، واضطر للعودة مسرعا إلى بلاد فارس بعد أن تلقى نبأ وفاة والده. لم يجد محبوبته، وفقد حكم بلاده بسبب الاضطرابات، وهرب إلى أرمينيا ملاحقا، وهناك يلتقي بمحبوبته للمرة الأولى، والتي رفضت الارتباط به وهو طريد منهزم، واشترطت أن يستجمع قواه ويسترد ملكه، ولم تعرف أنها بشرطها هذا قد خسرت حبيبها للأبد، إذ اضطر لتنفيذ شرطها أن يطلب المعونة من الملك البيزنطي الذي قبل مساعدته بشرط أن يتزوج ابنته مريم، وأن يتعهد بعدم طلاقها أو الزواج من غيرها ما دامت حية. فوافق خسرو واستعاد ملكه، لكنه خسر حبيبته فرهاد النحات العاشق. ظهر في حياة الأميرة عاشق جديد، نحات ماهر يدعى فرهاد، أحبها حبا جما ذاع صيته حتى وصل مسامع الملك خسرو، ليستدعي فرهاد ويرسله في مهمة مستحيلة وضعها مهرا كي يزوجه شيرين، إذ طلب منه أن يشق بأدواته البسيطة طريقا بين جبلين. وبالفعل استطاع فرهاد تنفيذ المهمة المستحيلة، فلجأ الملك للحيلة وأرسل إليه أخبارا كاذبة بموت شيرين، وما أن سمع النحات العاشق الخبر حتى رمى نفسه من أعلى الجبل، فسقط ميتا حزنا على محبوبته.
ليرسل الملك رسالة تعزية لحبيبته بوفاة فرهاد العاشق والتي بادلته الحيلة، فتسببت أيضا بموت زوجته بإرسال من يدس لها السم، ثم أرسلت رسالة تعزية له. نهاية مأساوية. ماتت مريم أكبر عقبة في طريق العاشقين، ومات فرهاد العاشق العابر في حياة شيرين، وباتت الظروف مهيئة أخيرا لزواج العاشقين، وما أن تدخل الأميرة قصر الملك حتى يقع ابنه في حبها، ويسعى بكل طيش ليبعد والده عنها كي تكون له، وتمادى في حبه حتى قتل والده ليزيحه عن طريقه للملك والحب، ثم أرسل لها مرسالا يخطبها، ولم يكن أمامها إلا خيارين: الزواج من ابن حبيبها وقاتله أو الموت، فاختارت أن تلحق حبيبها خسرو وأنهت حياتها. فاجتمع الحبيبان للمرة الأولى في مكان واحد، وهو القبر الذي دفنا فيه معا. قصة الحب الأسطورية هذه رويت بروايات أخرى أدبية وشعبية، وفي كل منها تضاف تفاصيل وتحذف تفاصيل أخرى، لكنها جميعا تركز على أن هذه القصة إحدى أشهر وأعظم قصص الحب الفارسية على الإطلاق، والتي ذكرت بروايتها هذه في الشاهنامة، الملحمة الشعرية الفارسية لصاحبها الشاعر أبو القاسم منصور الفردوسي. فهل تعرف رواية أخرى لقصة الحب الأسطورية هذه؟